الحقيقه النهارده كمان كان للاسف كان في خبر وحش قوي. الخبر يمكن كلنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي كنا متابعين غياب النجم الكبير وليد سليمان او اصابته في مباراه البنك الاهلي وخروجه بعد يمكن دقائق قليله من الشوط الاول، وكان عنده شكوى من العضله الخلفيه. النهارده الاشعه اللي اجراها وليد سليمان اكدت اصابته بتمزق في العضله الخلفيه. هيغيب اكيد يعني مده لا تقل عن 4 اسابيع. تاكد غياب وليد سليمان طبعا كمان عن مشاركه في كاس العالم للانديه. ويمكن اتكلمنا هنا في البيت الكبير يمكن يعني كان في شويه قلق على وليد، واحنا قلنا طالما وليد لعيب كبير يعني خلينا نبص من منظورين. المنظور الاولاني انت وليد لعيب كبير ولعيب عندك خبرات كبيره جدا وانت بتسخن حسيت وخاصه العضله الخلفيه، واحنا قلنا كده في البيت الكبير لان الواحد عنده خبرات برضه في الملاعب. العضله الخلفيه عضله صعبه جدا، اول ما بتحس فيها بحاجه صغيره لازم على طول تريح. فاعتقاد الشخص كان لازم وليد من نفسه حتى يحس ان هو لا يعني في حاجه صغيره، فلا عندي حاجه مهمه وبطوله كاس عالم، وبالتالي كان ممكن وليد يطلب من الجهاز الفني ان هو ما يشاركش في المباراه. الجزء الثاني كمان ان يعني الجهاز الفني كان كمان يعني من الاولى ان هو يريح وليد، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني هو دوت نصيب وليد سليمان، اكيد هنخسره على المستوى الفني. وليد سليمان من اللعيبه الكبيره جدا وان شاء الله يرجع لنا في اقرب فرصه. كابتن سعد عبد الحفيظ كمان اكد ان وليد سليمان هيبدا من بكره على طول برنامج تاهيلي وبرنامج يأهل فيه وليد بشكل مناسب، وطبعا تحت اشراف الدكتور الفريق. وزي ما احنا عارفين يعني الاصابه ديت اكيد مش اقل من 4 اسابيع. نتمنى كل التوفيق لوليد لان وليد كمان في الفترات الاخيره بيقدم مستويات رائعه. اصابته في مباراه البنك الاهلي وخرج تقريبا يعني بعد دقائق قليله، لكن وكان دخل طبعا ابو ايليا مكانه، لكن احنا دايما بنقول صحه اللاعبين اهم ودي خبرات. ويعني كده كلمه صغيره في ودنك وليد، يعني ان شاء الله ربنا يعني يعديه على خير، لكن يعني كان لازم انت كمان تيجي منك ان انت تقول لا انا يعني مش قادر، وبالتالي يعني يرفع الحرج كمان على الاداره الفنيه.